الثانيه غير الحاجات اللي دور في السكر والضغط. بس السكر والضغط بس المفروض ان شاء الله ان كم ساعه حضرتك كده 81 يا عم بخير قوي الساعه الصغير يعني ده ايه نوع بقى؟ سينوفارم اللي هو النيل الانجليزي؟ سين سين ده حلو جدا وامن بيتعاطى في الانجليزي فوق ال 70 سنه بالاضافه لامراض السكر وبالاضافه لامراض الضغط في حاجه مناعيه ايوه وان شاء الله يا ريت نعرف من حضرتك ازاي اي مواطن في السويس يقدر يحصل على اللقاح؟ هو حضرتك طبعا زي من اول ما بدانا اول ثلاث شهور كان هو المركز ده بس هو اللي كان بادئ ليه او كان مخصص للقاح الناس الفئات المستهدفه اللي هي كانت كبار السن والفرق الطبيه والامراض المناعيه وامراض اللي هي المزمنه زي السكر والضغط والامراض بصفه عامه اللي تؤثر على المناعه. بعد كده كان الاول لازم يعني نسجل على موقع الوزاره، وبعد التسجيل بيجي رساله كود برقم بديت بتاريخ يعني تيجي فيه. بعد فتره والتوسع في اللقاح بتعليمات من معالي الاستاذ الدكتور هاله زايد فتحنا طبعا مركز الصباح ودلوقتي جاهز وعملنا فرق متنقله وايضا رحنا للمراكز المركز الطبي بالعاملين في البترول زي ما حضرتك عارف الشركات معظمها هنا في السويس شركات كبيره موجوده برضو بتدعم الفئات المستهدفه، ايه هي الفئات المستهدفه؟ اللي هي الفئات الطبيه كبار السن والامراض المناعيه والامراض المزمنه. هي دي الفئات المستهدفه حتى الان ودلوقتي الحمد لله وصلنا يعني لما يقرب 10,000 من المواطنين السويسة اللي تم تطعيمهم حتى الآن وإن شاء الله النهاردة برضو هنروح نطعم الأديرة اللي هم الرهبان والناس القساوسة اللي موجودة في الكنائس والأديرة ودول طبعا برضو بيبقوا عشان معزولين وبيبقى فيه يعني اختلاط كبير مع بعض المواطنين سواء في الأعياد أو الصلوات بتاعتهم عشان كده احنا إن شاء الله تسهيلا عليهم بنروح نسجل لهم ونحصرهم ونقدم بالإضافة إلى برضو بدأنا نعمل حصر للفئات المستهدفة اللي هي نفس الفئات سواء كبار السن أو الأمراض المناعية أو الأمراض المزمنة أو الفرق الطبية في الأحياء وفي المحافظة وإن شاء الله بدأنا الأسبوع ده ودي في خلال حرص الدولة وحرص القيادة السياسية وحرص الأستاذ الدكتورة هالة زايد ومعالي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر على إن كل مواطن في السويس نحاول نسهل عليهم عملية التسجيل وعملية التطعيم وعملنا حاجة اسمها الموافقة المستنيرة ما عادش بقى بناخد وقت طويل في التطعيم ان شاء الله باذن الله. ايه المستندات اللي بتطلع عليها لما يجي مواطن عند حضرتك؟ المستندات هو كان بياخد علاج يعني الامراض المزمنه او بياخد علاج بصفه طويله لفتره طويله زي الضغط والسكر او هو عامل عمليات زي عمليات القلب المفتوح او عمليات تغيير الصمامات او كل الكلام ده لو هو عنده فشل كلوي او بيغسل غسيل كلوي عنده امراض مناعيه كل الكلام ده لو معاه روشتات لو معاه ادويه بياخدها لازم نطلع عليها وبناخد حاجه اسمها التاريخ المرضي الاول وبعدين بيتم الكشف زي ما حضرتك شفت النهارده في غرفه الكشف الاول وبعدين التحضير وبعدين ياخد التطعيم ويفضل معانا ربع ساعه عشان لو لا قدر الله حصل اي حساسيه لحد الان الحمد لله التطعيم امن احنا بقالنا على مدار ثلاث شهور ما حصلش اي مشاكل لاي مريض في اي وقت والحمد لله احنا متابعين كويس وبنتابعهم كويس والقادم افضل باذن الله. طيب احنا شفنا اشاعات كتير عن خطوره اللقاح هل ده حقيقي ولا هو حتى الان اللقاح فيه ميزه جميله ان كل الناس حتى اللي خدت اللقاح ممكن يجي لها كورونا ممكن يجي لها كورونا ولكن الاعراض بتاعتها وعن تجربه وعن في الحالات بتبقى الاعراض اقل خش العنايه المركزه تبقى اعراض خفيفه وبتعدي بسلام ودي تجارب كتير احنا شفناها في الفتره اللي فاتت ان معظم الناس اللي جالها كورونا وهي اخذت التطعيمات عدت عليهم الحاله فاحنا عشان كده بننصح الناس زي ما حضرتك عارف هو التطعيم بصوره مش اجباريه هو صورة اختيارية ولازم العين يكون مقتنع بيه عشان هو بياخده او الفئات المستهدفة لازم تكون هي مقتنعة بيه ولكن احنا بننصح الناس ان معظم الناس اللي خادت اللقاح لما جبتها الاعراض بتاعت الكورونا جت خفيفة وبسيطة ان شاء الله مرة شهر رمضان ومرة عيد الفطر شفنا مثلا تجمعات في المنازل المناسبات المختلفة زي ما حضرتك عارف الوضع بالنسبة للكورونا داخل محافظة السويس ايه دلوقتي والله الحمد لله الان مستقر الاعداد الحمد لله احنا عندنا
دلوقتي الاماكن موجوده ومستعدين على استعداد عالي، سواء المستلزمات او سواء الادويه او سواء الاكسجين او سواء الاماكن في العنايه المركزه. نسبه الاشغال بتبقى من 40 ل 45%، ودي تعتبر نسبه متوسطه، مش نسبه كبيره، ولكن احنا بنطمن اهلنا في السويس وبنقول لهم برضو كل ما هتساعدونا، كل ما هنحافظ عليكم وهتحافظوا على نفسكم وهتحافظوا على اهاليكم، كل ما الناس تقلل في الاختلاط وتقلل في الخروجات وتقلل في التكدس، كل ما الناس تلتزم بالاجراءات الاحترازيه والاجراءات الوقائيه ولبس الكمامه والتقليل الاماكن المزدحمه، كل ان شاء الله باذن الله ما هتبقى الامور مستقره افضل وافضل باذن الله. نتعرف بحضرتك. دكتوره داليا صالح، اخصائي طب اسره وطبيبه هنا في مركز مبارك لتلقي لقاح كورونا. دكتوره، ممكن نعرف منك العدد اللي لغايه دلوقتي وصل عند حضرتك هنا كام؟ العدد احنا شغالين بقى لنا 3 شهور دلوقتي، نشتغل يوميا ممكن نعدي 100 او 200 حاله، فحاليا لغايه دلوقتي عدينا 10,000 على مستوى محافظه السويس. المواعيد هنا من كام لكام يا فندم؟ وهل في اجازات ولا لا؟ مفيش اجازات، شغالين يوميا ايام حتى الجمعه والسبت والاجازات والاعياد وشم النسيم وكل الاجازات اشتغلنا يوميا، مواعيدنا من 9 صباحا ل 9 مساء يوميا ان شاء الله. طيب دكتوره، انا عاوز اعرف من حضرتك الفئات العمريه اللي بتيجي اغلبها ايه؟ هل في كبار سن شباب؟ اه طبعا، هو اغلب الفئات كبار السن، لان هي الفئات المستهدفه اصلا كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، لكن حاليا كمان الشباب في اقبال، وفي دلوقتي يعني حتى لو ما فيش اي امراض مزمنه وشباب مش كبار في السن بييجوا ياخدوا التطعيم، ففي اقبال يعني كل الفئات دلوقتي. طب نصيحتك للجميع في السويس، وحضرتك اكتر حد بيتعامل مع لقاح كورونا، ايه تنصح الناس بايه؟ هو طبعا اول يعني حاجه، اول نصيحه للناس كلها الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، الماسك، غسيل الايدي، الانتظام، البعد عن التجمعات على قد ما نقدر طبعا، مفيش مخالطه، مفيش تجمعات، الكلام ده كله. تاني حاجه ان احنا لازم ناخد التطعيم، يعني لازم كل الناس تقدم على التطعيم، لان هو ده اللي في ايدنا دلوقتي ان احنا نواجه الاعداد الكبيره لفيروس كورونا يعني.